اتقل وانما مش عيب، ما بعيبش في رجل كلمه رجل اعمال يعني صراحه. طيب كرجل صناعه انت قدرت من خلال الجلسات، قدرت من خلال هذا المؤتمر تطلع بايه؟ او ايه اللي انت الرؤيه اللي بقت واضحه قدامك دلوقتي؟ هو مبدئيا بحب اشكر دار اخبار اليوم برئاسه الاستاذ ياسر رزق على تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي، والفكره بتاعته جت من كان في مؤتمر عملها اخبار اليوم وفاجئنا السيد الرئيس بحضوره، وبعد كده عمل دعوه لرجال الاعمال كلهم على الفطار، يعني 50 او 60 من رجال الاعمال، وجت فكره احدى التوصيات اللجنه الاستثمار، في خوف عند المستثمرين، في مشاكل عند المستثمرين الحاليين، في مشاكل في الصناعه، في مشاكل في الزراعه، في مشاكل في الاقتصاد عامه. عشان نصلح المنظومه دي لازم يبقى نستغل قوه الحكومه او الجهاز التنفيذي في الدوله برئاسه رئيس الجمهوريه في اصدار قوانين تفيد الاستثمار، ونعدل من التشريعات المشوهه، ونقدر نبدا على اساس صح. يجي بعد كده مؤتمر الاصدقاء مصر او اي مؤتمر تاني يقدر، لكن الحكومه خايفه. الرئيس مش خايف وبيقوي قلب الحكومه، وساعتها ما احنا ما عندناش وقت نضيعه، مش هنقدر نستنى مجلس الشعب، حتى مش ما عندناش يوم نضيعه من حياتنا، كفايه اللي ضاع قبل كده. البلد مش مستحمله، في عنق زجاجه لازم نطلع منه. فاحنا انا بقول لحضرتك انا متاكد وكل الناس شايفه وعارفه فين رجال الصناعه او رجال الاعمال بشكل عام وما بين الدوله. يعني دايما بيقولوا في فجوه موجوده وانه ما فيش نقاط اتفاق قوي. ده حقيقي؟ ولو في جزء من الحقيقه يا ريت نبقى في شفافيه ونقول ليه. حضرتك قصدك على ايه؟ تحيا مصر ولا يعني عايز على الصندوق تحيا مصر؟ فكره صندوق تحيا مصر جايه من نابع وطني بحت، تحمل المسؤوليه. الدوله مش هتجبر حد ان هو يتبرع او ما يتبرعش، ولكن احنا في نقطتين لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي. الدوله اقتصاديا مشاكلها الاساسيه في الدعم، والدعم راح 80% منه الناس بمنتهى الامانه ما يستحقوش، والدعم والاجور العاليه جدا جدا في القطاع الحكومي اللي فيه 7 مليون بني ادم. طيب النقطتين دول اللي استفاد بيهم 30 و40 سنه وهو برضو مش عايز في وقت الزنقه يقف مع بلده، يبقى هو عنده مشكله. لو هو مش قادر برضو يبقى هو عنده ظروف، انما لو قادر مش راضي يقف مع بلده، انا متاكد ان البلد احنا مش هنرجع لسياسات زمان والكلام ده كله اشاعات وهيحصل وهيسوي، انا مش شايف الكلام ده خالص ومتهيالي مش هشوفه، ولكن عدم تحمل المسؤوليه من اي واحد في هذه الناس اللي مش متحمله المسؤوليه، ان هي المساهمه مش معناها ان انت هتساهمي على طول. المساهمه ممكن تبقى هي فتره صغيره نعدي من عنق الزجاجه، وبعد كده انا متاكد ان سوق مصر واعد وكبير جدا وكله هيستفيد بعد كده. المواطن البسيط او الواحد اللي كلنا لما انا يمكن سالت المهندس رشيد وقال لي دي سياسه الدوله، تمن كهرباء بمئات الملايين، يعني حاجات كتيره كانت بدات تحصل قبل الثوره. لما حصلت الثوره من الدعم، وعشان كده دايما نقول ايه، ده الغني راح لغير مستحقي بقى اللي انت قلت عليه. ليه بقى كنا بنحقق ان نسبه نمو 7 و8% ونقول ايه الله ده الغني، وفي ناس بتروح لهم السلع دي بتمن غالي ويحصل تضخم وياخدوا الحاجه وهم مش لاقيين ياكلوا الحاجه، مثلا بجنيه رغيف العيش بيبقى بس بجنيه ونص. الكلام ده كله اتشال، مفيش، ما ينفعش، هيحصل ثوره ثالثه ورابعه وخمسه. انت ايديك مرتعشه ليه؟ خايف من ايه؟